مزيد ينضم معنا من برلين مراسلنا يمان شواف. يمان، إذا السلطات الألمانية توقف طبيبا سوريا بتهمة جريمة تعذيب في سجن تابع لنظام الأسد، ما هي ملابسات هذه القضية وما رشح عن هذا الموقوف بالضبط؟ نعم، المشتبه به هو الطبيب علاء ميم كما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية وكذلك مكتب المدعي العام الألماني. هذه المذكرة، هذا الشخص تم توقيفه منذ يوم الجمعة، ولكن اليوم أعلن عن هذا الإجراء وبدأ التحقيق معه. مذكرة التوقيف بحسب المدعي العام الألماني اعتمدت على شهادة شخصين رئيسيين تم اعتقالهم من قبل النظام عام 2011 في حمص، وتعرض هؤلاء للتعذيب. هذا الطبيب الذي وصل ألمانيا عام 2015 كما تحدث حقوقيون هنا في ألمانيا وقالوا أنه مارس عمله كطبيب حتى في ألمانيا، يعني تعرف عليه أحد ضحاياه وتقدم هو وشخص آخر بشهادة ضده وقال أنه قام بعمليات تعذيب وقام بتعذيب أحد أقرباء هؤلاء الشهود الرئيسيين في القضية، حيث عذب هو وطبيب آخر في حمص في مستشفى حمص العسكري، قام بتعذيب شخص يعاني من الصرع بحسب شهود في هذه القضية، وهما كما ذكرت الشهود الرئيسيين. المحامي أنور البني الناشط والمحامي في حقوق الإنسان أكد لنا أن هذه المحكمة لن تكون الأخيرة، هذا التحقيق لن يكون الأخير، وهناك الكثير من القضايا والملفات عند السلطات الألمانية لأشخاص كانوا مع نظام الأسد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية كما يقول البني في السجون السورية، وهذا الأمر سيفتح الباب أمام مزيد من الملاحقات لأشخاص يعيشون في ألمانيا كلاجئين لكنهم متهمون بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق معتقلين سابقين. من برلين مراسلنا يمان شواف، شكرا جزيلا لك.